تمارين الفتنس احنا نسميها تمارين القاعة، وهي تنقسم بدورها الى عدة اقسام: تمارين الستريتش او يسموها التمطية، تمارين المقاومة الايزومتريك، تمارين الحركة يسموها الحركية. يعني هاي يفضل حقيقة فيها الوضع هذا حتى نحافظ على اللياقة، يفضل انه الاجهزة الرياضية، بعض الاجهزة الرياضية تكون بالبيت، يعني بعضها وليست هسا، نحافظ على هالقدر هذا. يمارس الرياضة مثلا احنا نقول المطاولة او الركض الخفيف نسميه في حديقة عامة مثلا بعيدة عن التجمعات، هالفترة هاي يعني نحافظ على يعني قدر المستطاع. الواحد ما يبدأ من الصفر من يعود. أحسنت، حتى لأنه اكتساب اللياقة يطول عندنا تقريبا من 3 إلى 6 أسابيع. اللي يبدأ من الصفر يعني هاي الـ يعني فترة بعيدة، يعني أنه يحاول يكتسب بها اللياقة. تعرف العضلة يصير بها تكلسات، تفقد مرونتها هذه العضلة، فيحتاج لها تمارين رياضية خاصة حتى ترجع مرونتها وترجع قوتها أيضا. زين، بالعودة لموضوعنا الأساسي دكتور، شقد نسبة خطورة هذا الفيروس بالمية؟ شقد عدد الوفيين به؟ يعني كل من يصاب ربما يموت لا سامح الله، لو أكو يعني نسبة شفاء كبيرة؟ مثل ما نشاهد. نعم، حقيقة نسبة الشفاء ولله الحمد نسبة كبيرة جدا في كل دول العالم. يعني حاليا هسه قبل ساعة تقريبا فتحت اللينك، 174,000 حالة إصابة يعني مثبتة بهذا الفيروس، تقريبا يعني نسبة الشفاء أكثر من تقريبا يعني 10%، يعني خلينا نقول نسبة كبيرة. 10% نسبة من مجموع المصابين؟ أكثر من 10% نسبة الشفاء. اللي يموتون 4% فقط؟ نعم، نسبة الوفيات عندنا 3% تقريبا. يعني